كل سنة وأنتم طيبون مغاربة العالم. جمعية إقراء التعليم الأول التنمية الاجتماعية ومديرة مركز السوسيو ثقافي ديما الشباب. اليوم تنحتفلوا إن شاء الله بالسنة 25 لترب صاحب جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. واليوم كان واحد النداء وكان واحد الطلب وفي نفس الوقت أمر اللي خصنا نتبعوه هي أننا خصنا نحافظوا على الماء. سيدنا قال بأننا احنا عندنا أزمة في الماء، دونك خاصنا نتبعوها على كل مواطن، على كل مغربي، على كل كبير وصغير، كل أم خاصها توصي وليداتها خاصنا نحافظوا على الماء، لأننا بحفاظ على الماء كما قال سيدنا غنحافظوا على اقتصاد بلادنا. تتمنى إن شاء الله يكون هذا العيد عيد نتعاودوا إن شاء الله به. كل سنة وهو طيب، كل سنة والمغاربة طيبين، والحمد لله بفضل سيدنا وفضل المسيرة الموفقة ديالو والأعمال ديالو راه حققنا بزاف بزاف ديال الأهداف. وتنتمنى أن كل مغربي يهز على العاتق ديالو أنه بيدي أنه دابا يحافظ على الماء، وتنتمنى من كل مغاربة يا ربي يا ربي يحافظوا على الماء. وشكرا. إذن الخطاب كان موجه للشعب المغربي من طرف أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله. خطاب كان مركز من خلال تبذير الماء، وهذا معضلة لأن الناس خصهم يحافظوا على الماء لأن كنعانيو من ندرة الماء. وراء صاحب جلالة راه هذا الخطاب هذا هو بالنسبة لخطاب العرش كان وجه في البرلمان في السنة التشريعية، أنه وجه واحد الخطاب على أساس أنهم يحافظوا على الماء، ولكن اليوم خطاب متنوع وكيشكل واحد قفزة نوعية لأن خصو كيحث الشعب كامل، وغتكون هذيك الشوطة ديال الماء لا لتبذير الماء ونعم للحفاظ على هاد المادة الحية اللي كيعانيو منها ماشي المغرب، راه العالم كله كيعاني بهذه الفترة وخاصة المغرب في ظل هذا الجفاف.